للوقوف على تفاصيل الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية انضم إلينا الزميل رمضان المطعمي من الضاحية الجنوبية مراسل القاهرة الإخبارية. رمضان، أطلعنا على تفاصيل هذه الغارة من قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني الضاحية الجنوبية تعود إلى الواجهة من جديد عبر هذا الاستهداف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الاستهداف هذه المرة في حي الأبيض في شارع القائم. تم استهداف إحدى البنايات السكنية عبر عدة صواريخ دقيقة كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة وهذه البناية ضمن مسلسل الاغتيالات الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني الدمار المادي في هذه المنطقة هو كبير للغاية، سواء على مستوى الأضرار التي أحدثتها هذه الصواريخ في هذه البناية أو كذلك على مستوى محيط هذه البناية. نترك الصورة لكي حجم الدمار الذي أحدثته هذه الغارة الإسرائيلية هنا. الطابق والبناية بها قرابة 3 طوابق تم تدميرها، البعض جزئيا والبعض كليا. هذه الطوابق من خلال هذا الهدم الكبير الذي حدث جراء اختراق هذه الصواريخ لداخل الوحدات السكنية المتواجدة هنا في شارع القائم بالضاحية الجنوبية، نتج عنها دمار سواء على مستوى البنية التحتية في البناية ذاتها التي ربما لم تتبين الآن الحصيلة الخاصة بالجرحى أو الشهداء حتى هذه اللحظة، ولكن كانت هناك عدد من سيارات الإسعاف التي نقلت عدد من الجرحى، ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة الصحة اللبنانية أي من البيانات الخاصة بهذه الغارة الإسرائيلية سواء على مستوى الجرحى أو على مستوى الشهداء. هذه هي البنايات المجاورة للبناية المستهدفة، هناك عدد من الأضرار في الواجهات الأمامية لها جراء هذه الغارة الإسرائيلية، وأيضا أغارت على عدد طال أيضا الدمار الجسيم عدد من السيارات المتواجدة هنا في المنطقة، وأيضا ما زالت قوات الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تعمل على إزالة الصورة الكبيرة التي خلفتها هذه الغارة الإسرائيلية للسيارات وكذلك للركام. عدد من هذه السيارات ما زال متواجدا في مكانه أسفل هذا العقار المستهدف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبها بعض التلفيات ما بينها المتوسطة وما بينها الكبيرة، وأيضا في الجهة المقابلة لهذه البناية المستهدفة أيضا هناك عدد من السيارات تم إتلافها جراء تناثر هذا الكم الكبير من هذا العقار على السيارات في الجهة المقابلة للعقار المستهدف. قوات الجيش اللبناني منتشرة في محيط العقار المستهدف، وتم فرض كردون أمني حول هذه المنطقة المستهدفة للتعامل مع هذا الاستهداف وما نتج عنه، سواء حتى الآن لم تكن هناك حصيلة رسمية بالنسبة للشهداء أو بالنسبة للجرحى حتى هذه اللحظة. الضاحية الجنوبية وهي من المناطق المستهدفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما بين يوم وآخر تحدث هناك غارة كما يقول إعلام وجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستهدف إحدى القادة البارزين في حزب الله، ولكن حتى الآن لم تكن هناك أي تأكيدات حتى هذه اللحظة من قبل حزب الله سواء بالنفي أو بالتأكيد لهذه الغارة. أيضا عدد من الغارات التي طالت الضاحية الجنوبية، منها ما فشل في الاغتيال ومنها أيضا ما حقق بعض أهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة ماضي ومنطقة الإغبيري وعدد من المناطق الأخرى. الآن هي منطقة شارع القائم بالضاحية الجنوبية هذه البناية، وهذه المنطقة أيضا كما هو المعروف من الضاحية الجنوبية كثرة البنايات المتلاصقة وارتفاع الكثافة السكانية. إذا هناك عدد من المدنيين بحسب ما رأينا في سيارات الإسعاف، هناك عدد من الجرحى حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد، وذلك وفق المشاهدات الخاصة بنا حتى هذه اللحظة. يعني الجيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب المنهج الذي أعلنه وهو اغتيال
عدد من القادة البارزين في حزب الله، وكذلك لذلك يتم استهداف الضاحية الجنوبية بين يوم وآخر. الاستهداف الأخير قبل ما قبل الأخير كان في منطقة تل غبيري بالأمس، والذي خلف أيضا دمارا كبيرا سواء على مستوى البناية المستهدفة أو سواء على الأضرار المادية الجسيمة، والذي خلف 6 شهداء و15 جريحا، وذلك بحسب وزارة الصحة اللبنانية في استهداف الغبيري أمس. ولكن حتى هذه اللحظات لا تبدو الصورة واضحة، وحالة من الحذر والترقب في المنطقة كون هذه المنطقة مكتظة بالسكان بشكل كبير. ولكن تم التعامل أيضا بعد هذا الاستهداف سواء من قبل قوات الدفاع المدني أو من قبل الجيش اللبناني الذي تواجد وانتشر في هذه المنطقة بسرعة كبيرة، وتم فرض هذا الكردون الأمني حول هذه المنطقة للتعامل مع هذه الغارة الإسرائيلية 6 منذ انطلاق الحرب على غزة في 7 أكتوبر، وأيضا وشن غارات جوية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وتوسع هذا الهجوم حتى يشمل الضاحية الجنوبية والتي بها عدد كبير من أنصار حزب الله هنا في هذه المنطقة، وهذه المنطقة في العاصمة بيروت، وتفصلها ربما 15 دقيقة عن وسط المدينة. ولكن كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استخدم بعض الصواريخ الدقيقة نسبيا، ولكن ربما هذا نستطيع أن نشاهده إذا اقتربت ربما بالعين المجردة، أن هناك عدم انهيار كامل لهذا العقار حتى هذه اللحظة. بعض الجدران التي نستطيع أن نشاهدها هي من سقطت جراء ودمرت جراء هذا التدمير، لأن هذه الصواريخ التي يستخدمها جيش الاحتلال من خلال هذه المشاهدات هي تخترق هذه الجدران وتحدث الأضرار داخل الوحدات المستهدفة. الوحدات المستهدفة هنا في الطابق الثالث والطابق الرابع والطابق الخامس، هناك بعض التدمير الجزئي لهذه الطوابق في هذه البناية المستهدفة في شارع القائم. أيضا طال التدمير في هذه المنطقة الأسلاك ووحدة الأسلاك الكهربائية الهوائية المتواجدة هنا في محيط هذه البناية جراء هذا الانفجار، هذه الشبكة الكهربائية التي ربما نالها أضرار كبيرة وتقطعت هذه الأسلاك الهوائية. الآن بعض السيارات الخاصة بوحدات الدفاع المدني تدخل إلى هذه المنطقة للتعامل مع بعض الأنقاض المتواجدة هنا، وكذلك أيضا مع بعض شبكات الكهرباء كونها تشكل خطرا الآن جراء هذا التدمير في هذه المنطقة. يتم التعامل معها مباشرة وفي الحال الآن. ما زالت يعني حتى هذه اللحظة البيانات لم تتوفر جراء الأعداد الخاصة بالجرحى أو سواء كان هناك شهداء أم لا حتى هذه اللحظة، سواء على مستوى ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي أو سواء على مستوى ما لم يصدر البيان الخاص بحزب الله حتى هذه اللحظة. وكما في الاستهدافات السابقة في الضاحية الجنوبية يكون هناك بيان من حزب الله، ولكن في ساعات متأخرة بعدما يتم التأكيد أو التأكد من الأعداد النهائية، أو كذلك ادعاءات أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك اغتيال لأحد القادة في حزب الله، ولكن حتى هذه اللحظة لا تأكيد حتى هذه اللحظة من قبل حزب الله، فقط هي البيانات الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. حتى الآن نستطيع أن هناك أيضا عدد من الآلات التي يتم استخدامها إلى هذه المنطقة، أيضا الآلات الثقيلة ربما للدخول إلى هذه المنطقة، وأيضا هناك سيارة إسعاف أتت في الحال ربما لو نسلط عليها الضوء التي أتت بجوار هذا العقار المستهدف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي متواجدة في هذا المكان. ربما أن يكون هناك احتمالية لأحد الجرحى المتواجدين هنا في العقار، أو ربما هي متواجدة
أي شيء جديد قد يطرأ في هذه المنطقة جراء أن شبكة الكهرباء المتواجدة هنا تشكل خطرا كبيرا في محيط هذا العقار، بعد أن يتم التعامل معه الآن من قبل المختصين من قبل وزارة الكهرباء لتأمين هذه المنطقة، كون هناك عدد كبير من المواطنين في هذا الشارع، وهذا الشارع يعتبر من الشوارع الرئيسية، وأيضا هذا الشارع المكتظ أيضا بالبنايات والوحدات السكنية المزدحمة بالأسر والسكان. حتى هذه اللحظة ما زالت الآليات يتم استخدامها حتى الآن بدخول بعض الآليات الجديدة حتى هذه اللحظة للتعامل مع الأضرار الجسيمة التي خلفها هذا الاحتلال، ولكن تم إزالة جزء كبير من الركام المتناثر من هذا الدمار الذي لحق هذا البناية أو الوحدة الوحدات السكنية في هذه البناية في شارع عبد القادر بالضاحية الجنوبية. هذا الاستهداف السادس من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية التي دمرت بشكل جزئي، ونتابع الآن التعامل مع شبكة الكهرباء المتواجدة في هذا المكان من قبل المختصين لتأمين هذا المكان ومحيط هذا العقار المنهار. عدد أيضا من سيارات الإسعاف التي ما زالت متواجدة في الناحية الأخرى، أكثر قرابة سيارتي إسعاف متواجدة على بعد قرابة 20 إلى 30 مترا من العقار المستهدف من قبل جيش الاحتلال، وهي متواجدة أيضا على استعداد للتعامل مع أي طارئ جديد في هذه الصورة. الآن يتم التعامل مع شبكة الكهرباء المتواجدة في محاولة للتعامل مع الأسلاك التي الخطوط الكهربائية التي تم تدميرها جراء هذه الغارة الإسرائيلية في هذه المنطقة وفصل هذا التيار عن الشبكة المتواجدة هنا. كما أيضا أن أعداد كبيرة من الزجاج مترامية في أكثر من مكان جراء الضربة الكبيرة للاحتلال والتي أثرت بشكل كبير على البنايات المجاورة وتدمير وتهشيم عدد كبير من النوافذ في محيط هذه البناية المستهدفة حتى هذه اللحظة. أيضا هناك بعض من السيارات الدفاع المدني دخلت إلى محيط هذا المكان المستهدف في هذه المنطقة أيضا للتعامل مع أثار هذا الدمار الذي خلفته هذه الغارة الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة بعض من سيارات الإسعاف بدأت في التحرك من هذه المنطقة والخروج من محيط هذه البناية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي والخروج والاصطفاف إلى جانب عدد من السيارات الأخرى. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف الغارات الخاصة به في الضاحية الجنوبية لتكون هذه الغارة هي الغارة السادسة والاستهداف السادس. البعض منها فشل في تحقيق أهدافه والبعض الآخر قد يكون حقق بعض الأهداف الإسرائيلية من الخطة والمنهج الذي وضعه جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف القادة في حزب الله. أيضا كانت آخر هذه الاستهدافات في الضاحية الجنوبية والتي عدد الشهداء بلغ قرابة أكثر من 80 شهيدا جراء هذه الغارات في هذه المنطقة بشكل كبير. الست غارات التي تم استهدافها في هذه المنطقة في الضاحية الجنوبية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وخلف عدد كبير من الجرحى. اليوم الاستخدام الذي نراه لهذه المنطقة في الأسلحة التي تم استخدامها أو الصواريخ التي تم استخدامها، وهي ألحقت ضررا أقل نسبيا من غارة أمس على منطقة الغبيري. هذه بعض من نعم رمضان المطعني، نقلت لنا الصورة الحية الخاصة بالقاهرة الإخبارية من موقع الغارة للغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية. نعم ما زلنا نعم معك رمضان، هل لديك جديد؟ نعم
نعم، بعض اثار الدمار اود ان اوضحها في الجهه المقابله للبنايه المستهدفه، هذه بعض السيارات التي كانت متواجده في محيط هذا الاستهداف، تم رفع جزء من هذه السيارات عبر الالات الثقيله والتعامل معها، والجزء الاخر بقي حتى الان، ولكن هي في الجهه المقابله، يفصلها قرابه اكثر من 10 امتار عن البنايه المستهدفه. اذا الغارة على الرغم انها لم ينهار هذا العقار بشكل تام، ولكنه الحق به الضرر جزئيا، وكذلك كان الضرر الاكبر ايضا في محيط هذا العقار المتواجد، سواء على مستوى السيارات او سواء ايضا على مستوى البنية التحتية التي تضررت بشكل كبير، ولازال يتم التعامل معها حتى هذه اللحظة، سواء من قبل الأجهزة المعنية هنا في منطقة الضاحية الجنوبية، وسرعان ما تم التعامل مع الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات، أو سواء التعامل من خلال التعامل مع الأجهزة البلدية هنا في الضاحية الجنوبية للتعامل مع آثار هذا الحادث الجسيمة والمادية، سواء من رفع هذه السيارات أو من رفع الركام أو من إخلاء هذه المنطقة من آثار الدمار. هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة من أحدث التطورات الخاصة بهذه الغارة الإسرائيلية على الشارع القائم في الضاحية الجنوبية. نعم، بشكرك الزميل رمضان المطعني، كنت معنا من موقع الحدث من قلب الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية. شكرا جزيلا لك، وفي انتظار المستجدات منك.